السنة الجاية إن شاء الله. الحشيش طبعاً إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا مع استكمال طبعاً بطولة الدوري. إحنا نيجي نمسكها كده، أنت بتتكلم دلوقتي على نص إبريل، تكملة نص إبريل وإن شاء الله شهر رمضان كله بالعيد. أعتقد إن شاء الله بإذن الله بنأمل إن هتبان بعد القصة دي يعني الوضع بتاع مصر الصحي والوباء وصل لغاية فين. لو انت ابتديت بطبعا خدت الاجراءات الاحترازيه كلها اللي كابتن عادل وكابتن ابراهيم انت كلمتوا عليها في تدريب اللاعبين خلال مثلا من بعد العيد لغايه مثلا هنقول ثلاث اسابيع لغايه 15/6 او 20/6 او 21/6 وتبتدي البطوله بطوله الدوري من مثلا 20/6، اعتقد ان ده وقت مناسب لاستكمال يعني بطوله الدوري. لو بتقول اولا ان احنا نستنى لما بعد ويبدا التمرين بالاجراءات الاحترازيه اللي الكل بيتكلم عنها بالظبط، ثم على شهر او يعني ستة اواخر 6 او اول 7 يعني انت بتتكلم مثلا على 20/21/6 بحيث ان يبقى في حد ادنى لعوده التدريبات ثلاث اسابيع في ظروف استثنائيه. ده حاجه كويسه، مش هنقول الطبيعي بتاعنا شهر وشهر ونص، لا احنا بنتكلم ثلاث اسابيع لان برضو يعني في وضع استثنائي. انت لو جيت حسبت ان على لو عدد المباريات المتبقيه تكلم على بطوله الدوري، النادي الاهلي فاضل له 17 مباراه، يمكن نادي الزمالك هو اكتر منه شويه فاضل 18 مباراه. 18 مباراه دول لو هتضيف عليهم مباريات الكاس، انت بتتكلم على الكاس كل دور ال 16 ما عدا برضه اهلي وزمالك. فانت لو اهلي وزمالك لعبوا مباريات اللي فاضله في الكاس هتتكلم 16/8 قبل نهائي اربع مباريات على ال 18/22 22 دول لو لعبت ماتشين في الاسبوع تتكلم على 11 اسبوع مثلا او 12 اسبوع، هتيجي على المتبقي وهو ده برضو حاجه مرتبطه اللي هي البطولات الافريقيه. بالزبط. البطولات الافريقيه النادي الاهلي او نادي الزمالك فاضل له ثلاث مباريات بالظبط رايح جاي ونهائي. ده لو اتعملت رايح لو جاي ده لو اتعملت، وممكن اقتراح مثلا لو اتعملت رايح جاي يعني بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي ممكن برضه حاجه استثنائيه تعمل مباراه واحده في اللي هي قبل النهائي اعتقد ان هيبقى في فرصه كويسه انك تكمل الدوري بالاسلوب ده. لو نهيت الكلام ده على 9 على شهر 9 انت مش عندك على 9 بقى، لو بدا اول 7 انت محتاج 3 شهور ونص على الاقل 7 و8 ما انت انا بتكلم ان انت هتبدا اسلام على 20 يونيو، ما تنساش برضه الفتره تبدا الدوري يبقى 20 7 20 8 9 20 9 قول اول 10 انت كده بتبدا الدوري امتى؟ هو ده الطبيعي. المره دي كمان انك مش هتاخد اجازه، انت هتلحم على طول هتتكلم. وبعدين انت ما تنساش ان هيبقى في فترات راحه غصب عنك في الموسم الجديد عشان توقفات المنتخب، يعني انت فالناس حتى هتقدر اتفضل يا كابتن انا اسف فالناس هتقدر تريح. يعني برضو اللعيبه بتاعه الدوري هتريح. ممكن اللي يوقف شويه الاجنده او الخطه اللي عاملها كابتن حسام في المباريات. المدربين برضو عارفين، يعني ما هو انت عندك ماتشات وديه خارجيه والدوري المحلي. طول عمرنا بنعتمد على الدوري المحلي لو دوري قوي ان هو يأهل لعيبه المنتخب يا كابتن. ممكن ده هو بص يا اسلام بس هي محل العالم كله عايزه تنسيق مع كل يعني الاطراف. يعني حضرتك كده بتقول او بتقول لنا ان لغايه اول 7 ممكن تبدا. طبعا. انا شايف لان انت كده في الايام العاديه او في المواسم العاديه بتبدا متاخر. اخرها السنه اللي فاتت يعني في اخر يعني نص 9 اخي، يعني انت فاهم ازاي؟ فما رحتش بعيد. مفيش جاب مثلا شهرين قول لا خلاص مش بعدين اللعيبه يعني ريحوا كتير او كانوا ريحوا كتير. وعايز اقول لك ان في حلول بقى جوه الكلام ده، يعني حلول جوه الكلام ده محتاجه تفصيلات ومحتاجه تنسيق. زي ما بقول لك مثلا موضوع الاتحاد الافريقي ممكن بدل الرايح جاي ده يعمل مباراه ومباراه، هتفرق معاك اسبوع طبعا لان الاسبوع دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها ال 24 ساعه هتفرق محسوبه يا كابتن عادل. كذلك برضو كاس مصر نفس القصه، هتقدر تعدي ما تنساش برضو الكونفدراليه نفس القصه برضو بالنسبه للناس. الغاء لكاس مصر يعني الدنيا بتبقى مقبوله شويه يعني مثلا يعني لانه يعني مش مترتب عليه زي برضو بالظبط المربع الذهبي في الدوري. رغم من ده برضو هيودي لخسائر، لكن في النهاية أقل الأضرار. يعني عايز أقول لك إن كمان بالتنسيق، ما هو أنت لازم أنت مطالبة إنك تقعد مع الأطراف كلها. يعني الاتحاد الأفريقي الموسم اللي بعده ممكن لو زحفنا بالوقت شوية عن 9 لازم الاتحاد الأفريقي يخش في الموضوع بالنسبة لبطولة أفريقيا اللي جاية.
ايه اللي يقدر يعمله في نظام البطوله انه يضغط شويه. يدي فرصه مثلا للناس اللي هي دخلت المربع الذهبي مثلا انها ما يبقى لهاش تمهيدي، يعني مثلاً في حلول كتيره ممكن تضغط انت كل اللي انت كل سنه قبلها. خد بال حضرتك لانها كلها وعكل ظروف استثنائيه. بص كل القصه دي انت بتفكر ازاي الفتره الجايه تضغط الوقت عشان تقدر تعدي بالمركب وتبقى برضو ما خدتش قرار بالغاء الدوري مترتب عليه حاجات كتيره جدا جدا اقتصاديا وسبونسرز وبطولات جايه بعد كده، كمان في مشكله للمنتخب تعملها له لو انت وقفت الدوري، يعني في حاجات كتيره جدا يعني. اول مره النوادي يا كابتن تاخد فتره راحه، دي ميزه يا كابتن. النوادي لازم تتبسط، اول مره تاخد فتره راحه كويسه.